دي كتب الناس بتسلمها للجيش، دي كتب الناس بتسلمها للجيش، بتجيبها من المكان ده المحروق ده وبتسلمها احنا دلوقتي ورا 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 الجيش، في عند الجيش، الجيش اهو ده الجيش اهو، ودي الناس يلا يا جماعه بص يا جماعه هنا هناك بتجمع كتب. معظم الكتب دي كتب اثريه، معظم الكتب دي كتب اثريه، مخطوطات. الناس هنا بتسلمها للقوات المسلحه وبتخلي مسؤوليتها بعد ما القوات المسلحه حرقت دار المخطوطات. الشباب اهي، الشباب عاملين يعني بيحاولوا يجمعوا كتب المتقطعه بيوصلوها بيجيبوها من جوه من بره هنا، بيغامروا ان هم يخشوا عند القوات المسلحه بيعرضوا نفسهم لخطر. استاذ يلا طابور اللي عايزه كابتن، كابتن قول كده انت كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنشيل الكتب عشان ننقذها، انا جاي من البيت بخصي عشان نشيل الكتب. تمام عشان رئيس المركز انت تبع انت تبع الجيش ولا تبع المتظاهرين؟ لا طبعا تبع المتظاهرين. تمام الجيش ايه؟ ما هو الجيش دول اخواتنا بيقول لك اللي واقفين فوق السطح دولت. انا بسالك يا عم انت تبع المتظاهرين صح؟ اه تبع المتظاهرين. حاسب يا استاذ. دي 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 مخطوطات محروقه. ده زنك، لوحة زنك فرعوني. مخطوطة أثرية من كتاب وصف مصر. ده كتاب وصف مصر التاريخي النسخة الأصلية كله محروق. مين اللي حرق الكتب دي؟ فاطمة مصلحة صح؟ قلب بتغير. أكرم حضرتكم مرضوف يا هو ايه اللي وقف الجيش عندهم يعني ايه وقف الجيش هنا؟ الجيش واقف لغايه دلوقتي في المكان ده فوق اهو بيرموا طوب على الناس عشان الناس ترمي عليهم طوب وملطوف. هو بيرموا هنا ملطوف وطوب والناس بترد عليهم. هم المفروض العساكر مش عارفين ده ايه؟ هم مش عارفين المبنى ده فيه ايه؟ يعني عساكر مش عارفين المبنى ده فيه ايه؟ فاهم؟ هو اصلا بيتسببوا في مشاكل كبيره. تمام دي القوات المسلحه في ظباط اهو. نقيب نقيب ما يؤمر لواء